ألو، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي سؤال، ما حكم قص الشعر طبقات وحلق الأشعر الذي بين الحاجبين؟ طيب، باقي شيء؟ لا شكرا. شكرا لك. منى سألت حكم قص الشعر طبقات وحلق بين الحاجبين. مسألة تدريج الشعر لا بأس به، لا حرج في هذا، الأصل الإباحة، ما لم يكن التدريج يعني أن تقص المرأة قصا يشبه قص الرجال، فعند ذلك ينهى عنها عن هذه القصة لأجل كونها مشابهة للرجال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن التشبه بالرجال كما نهى الرجال عن التشبه بالنساء. أما مسألة حلق ما بين الحاجبين، إذا كان ذلك كثيفا مشوها فلا بأس بإزالته، سواء كان بالحلق أو بالنتف، لأنه إزالة عيب، وإزالة العيب لا حرج فيها. لكن إذا كان الأمر معتادا ولا يعد تشويها، فالذي أشير به على أختي أن تترك هذا ولا تتعرض له، لأن القص أو الحلق سيكثف الشعر ويكثره.